السلام عليكم خوتي، مرحبا بكم في درس جديد على القناه ديالكم استفهام عام. اليوم ان شاء الله غادي نهضروا على باي بال. فشنو هو التعريف ديال باي بال؟ باي بال هو موقع الكتروني عنده نفس الخصائص ديال البنك الالكتروني. يعني ركزوا معايا مزيان، هو ماشي بنك الكتروني ولكن هو موقع الكتروني كيقدم واحد الخدمات اللي هما استلام ارسال وسحب الاموال عبر الانترنت. من بين المميزات ديالو هو شراء من آلاف المواقع عبر الانترنت، اما اليكسبريس، بانجوت، جيربيست، يعني بزاف ديال المواقع الالكترونيه. ثاني حاجه حمايه الخصوصيه والتعامل بامان تام على الانترنت. يعني شريتي شي خدمه او لا قدمتي شي مبلغ مالي مقابل شي عمل غيقوم لك به شي حد، فراه فلوسك مضمونين. يعني في حاله ما تعرضتي للنصب تقدر ترد فلوسك. ثالث حاجة إرسال واستلام الأموال باستخدام بريد إلكتروني مسجل به الحساب. يعني يكفيك أنك تدفع أو تسحب أو تستقبل الأموال ديالك عن طريق بريد إلكتروني اللي كتكون كرييتي به الحساب باي بال. ورابع حاجة سحب الأموال إلى الحساب ديالك البنكي أو لا بطاقة الائتمان ديالك أو لا بطاقة فيزا المسبقة الدفع. دابا غادي نهضروا على الفرق بين الحساب الشخصي وحساب الاعمال، يعني بيرسونيل اكونت والبيزنس اكونت. هاد القضيه هادي كاينين بزاف ديال الناس كيواجهوا فيها مشاكل، حنا غادي نشرحوها بكل بساطه. فبيرسونيل اكونت هو حساب كيناسب الافراد العاديين اللي كيتعاملوا بالفلوس الكترونيا سواء مقابل عمل عبر الانترنت او تقديم خدمه عبر الموقع ديالهم، وكيحتاجوا في ذلك للدفع او الاستلام بواسطه بطاقه مصرفيه او فيزا. بالنسبه لهذا الحساب الشخصي كيسمح للمستخدم انه يرسل الاموال لاي مستخدم اخر او عامل، بمجرد ان هذاك العامل يكون كيمتلك واحد الايميل على باي بال. كما كيمكن ليه ايضا يطلب الدفعات ديالو مقابل الخدمات اللي قدم عن طريق وضع واحد الايقونه فيها الايميل ديال باي بال الخاص به داخل الموقع اللي كيقدم فيه هذيك الخدمه للناس المشتري. وبالنسبه لهذا البيرسونيل اكونت، المشكل ديالو هو انه كيكون عليه بزاف ديال الحواجز، اما السقف نتاع المعاملات كيكون محدود او ايداع ولا استخراج الاموال كيكون منظم وواحد السقف اللي هو محدد. اما بالنسبه للحساب البيزنس، يعني بيزنس اكونت، هو الحساب كيناسب الشركات الكبرى مثل شركات التسويق والخدمات والاعلانات ايضا، حيث كيسمح لهم التعامل بارسال الدفعات او ارسال دفع اموال بطريقه غير محدوده دون قيود، وكيسمح لهم ايضا وضع خاصيه الاشتراك لمجموعه كبيره من العملاء في حساب واحد في حالات الشركاء في راس المال او المديرين الماليين. وايضا كيتميز هذا الحساب بدعم بواسطه الهاتف على مدار الاسبوع لانه مميز ومميز جدا، وحتى الاقتطاعات كيكونوا خاصه به وطالعين شي شويه مقارنه مع البيرسونيل اكونت. دابا شنو هو الافضل لينا حنا؟ ببساطه يا ما كانش عندك شركه ما عندك لاش دير بيزنس اكونت، فراه غادي تحتاج يا البيرسونيل اكونت وغتخدم بها عادي. الا كنتي دروب شيبر، فالا كنتي المعاملات ديالك 50 تقريبا مبيعه او لا 60 كيجيوك مثلا في 4 شهور ولا 5 شهور، ما عندك لاش ديرو. اما الا كانت المعاملات ديالك يعني الفلوس داخله لي ترانزاكسيون كثار، فمن الاحسن لك انك دير بيزنس اكونت باش ما يتعرضش الحساب ديالك لمشاكل او حجز من بعد. تالي هنا كان هذا هو الدرس ديالنا. كيف ديما خويا دير ابوني، بارطاجي مع خوت، ودير جيم الفيديو، وما تنساوناش بالتعاليق ديالكم وباي حاجه استفسارات اللي كانت عندكم خليوها ليا اما في التعاليق هنايا في الشين يوتيوب ديالكم او لا في الحساب ديالي فيسبوك، تا هو راه كاين في الوصف. الله يسر لكم خوتي.